يكون معانا الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي 3-0 على حساب سان جورج الاثيوبي. كابتن سامي برحب بحضرتك فون تايم سبورتس، بقول لك كل سنه وانت طيب. بدايه الموسم الافريقي ومن قبله الموسم المحلي، واضح جدا ان في تجانس كبير جدا بين الجهاز الفني، وده باين على الاداء وباين على نتائج النادي الاهلي. طبعا بشكرك طبعا، وتحياتي طبعا لكابتن شوبير وضيوفه. زي ما انت قلت بدايه الحمد لله مطمئنه جدا لينا ولجمهورنا. اي نعم لسه ما وصلناش لافضل حاله، لكن الحمد لله بدايه الحمد لله اعتقد لها جيده. 3 اهداف الحمد لله برضو تطمننا وتطمن جمهورنا. ان شاء الله اتمنى ان احنا ان شاء الله زي ما انت قلت بدايه مشوار كبير، البطوله كبيره جدا محببه لينا ولجمهورنا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نقاتل عليها وان شاء الله نحققها برضو باذن الله. النهارده الحقيقه شفنا واحد من نجاحات الجهاز الفني للنادي الاهلي مع بدايه الموسم، ان احنا شفنا الخط الهجومي، شفنا حسين الشحات في الفتره اللي فاتت مع رضا سليم، مع امام عاشور في الفترات اللي فاتت كمان. واضح ان في تجانس، وكان اللعيبه دي بتلعب مع بعض بقالها فترات طويله جدا، ما حسيناش ان هم اول مره يلعبوا جنب بعض. طبعا حسين لعيب قديم، يعني ممكن تكون بتكلم مثلا على رضا او على امام، لعيبه مميزه بيخشوا طبعا في وسط مجموعه من اللعيبه عندها خبرات بتقدر تساعدهم مع امكانياتهم طبعا الكبيره. فاعتقد الحمد لله مع ظروف توقيت برضو اللي هو لعبهم وتوقيت لعبهم وازاي يخشوا في وسط الفرقه، فاعتقد الحمد لله برضو دي حاجه تحسب للراجل، يعني عنده خبرات كبيره طبعا يقدر اللي هو بيعمل انسجام كويس، واختياراته للعيبه دي اعتقد الحمد لله كانت برضو مناسبه لينا والاسلوب لعبنا. فاعتقد الحمد لله ان شاء الله تكون مردودها افضل وافضل في المباراه الجايه ان شاء الله. الجهاز الفني النهارده كان واخد المباراه بمنتهى الجديه بلا اي تهاون، وشفنا السكواد الاساسي بيلعب النهارده المباراه. هل ممكن في مباراه العوده يحصل نوع من تدوير اللعيبه ولا زي ما احنا مكملين؟ لا اكيد طبعا، انت كنا بالنسبه لنا النهارده بطوله بدايتها مهمه جدا، يعني فرقه مميزه، فرقه عندها لعيبه في المنتخب الاثيوبي، عندها طبعا برضو لعبت في افريقيا كتير، اعتقد من افضل الفرق اللي انت تقدر تلعبها في الدور اللي زي ده يعني. لكن الحمد لله النهارده الحمد لله اللعيبه بتدي مؤشر جيد جدا، اللي هي مركزين عندنا، احنا لحد دلوقتي لسه ما حسمناش كره فيها كتير جدا يعني. وبالنسبه لنا برضو دي تعتبر زي تكمله برضو فتره الاعداد اللي انت برضو، لان فتره كبيره جدا احنا كنا واخدين فيها اجازه، وبنستعد بقى للبطولات الكبيره اللي احنا بنشارك فيها سواء الدوري، الكاس، افريقيا، السوبر ليج. فاعتقد الحمد لله ده اعداد كويس لينا يعني. اشكرك كابتن سامي، وبالتوفيق لكل النادي الاهلي ان شاء الله.